بتروح انت على طول تقريبا بيدين بكره. ايوه ما هو تروح بريدها فين؟ بقدم تظلم لابني احمد محمد السيد، الامتحان كله هو مقفله، العربي والانجليش والجيولوجيا والاحياء مقفله كله، وبيقول لي يا ماما النموذج ده اللي هو فيه الامتحان انا مقفل ده زي ده بالظبط، هما سقطوا ابني فيه وانا جاي اخد حق ابني، يا ريت الاقي حاكم عادل يجيب حق ابني، نفسي في حاكم عادل. الحاكم الظالم اللي هو ما اداش حق ابني ده حسب اللي انا اعمل وكيل فيه، هو مش عارف انا فيا ايه دلوقتي ولا ابني فيه ايه، انا ابني ما حلتش غيره، طلعت ابني من الدنيا وصرفت عليه اللي ورايا واللي قدامي عشان خاطر ان انا اشوف حاجه، هم ما نفسهم ما يشوفوش حد حاجه، واضطهدوا بالذات العلمي. انا واثق من اجابتي قوي وده اللي خلاني اجي، انا لو مش واثق من اجابتي اصلا مش هاجي، لان مش هضيع مش فلوس على الفاضي هي اصلا. فيعني انا عارف نفسي وعارف ان حليت ازاي يعني. وعامل تظلم عشان تصحيح الكيمياء غريب. المفروض ان انا كنت حالي كويس وحاسس نفسي رينج درجتين ثلاثه هم 10، ف وهتفرق معايا لو زودت عشان ممكن الحق مرحله ثانيه واي حاجه. هم ناس في الواقع والامتحانات جت زي القرف وامتحان التفاضل جه ما يتحلش وعادي، بس هي البلد تمشي كده وهنفضل كده ومش هنعرف براحتهم، بس هم شايفين ان احنا الشباب اللي هنطلعهم وهم بينزلونا تحت. شلت كيمياء ومع ان انا حالي كويس جدا، والفيزياء برضه رجعتها مش قد كده، والعربي نفس الكلام. في ظلم جامد يعني المره دي، ما مش متوقع النتيجه دي خالص. احنا كانت بتجيلنا عادي بنشوفها قبلها بيوم وكل حاجه، بس حصل ظلم جامد، هم حبوا يداروا موضوع الامتحانات اللي اتسربت ده، فقالوا ينزلوا كله بقى المجاميع عشان يداروا على الفضيحه اللي هم عملوها. والله انا يعني ليا زمايلي زيي جايبين في مواد ثانيه، كنا مراجعين مع بعض وكده، لقيتهم جايبين درجات غيري خالص، فجاي اعمل تظلم بس. في مواد معينه؟ اه في كيمياء ورياضه اثنين. شايف ان انا اتظلمت وحل كويس وبعد كده ما اعرفش، يعني في ناس غشه مني وجايبه درجات احسن مني.